مرحبا، معاكم فاطمة العولقي خبيرة تجميل من الإمارات. حابة اليوم أقدم لكم لوك صيفي بألوان البرونز بتدرجات اللون البرتقالي والبني، ورح نستخدم اليوم في هاللوك عدسات للوجيا برعاية شركة أيوة، وإن شاء الله رح يعجبكم اللوك، وتابعوني بالخطوات بالتفصيل. الكريم المرطب من كلينيك، من بعدها راح أحط الفاونديشن اللي راح استخدمه في هاللوك هدى بيوتي. مش عليه من ماك، وحاليا بعد ما حطيت الفاونديشن راح أثبت بالترانسبيرنت باودر من كاريلاين، وراح استخدم البانانا باودر بعد من كاريلاين TL4، واستخدمها في إنارة المناطق اللي أبغى أنيرها. الكونتور باودر من نيكست، راح الحين البس العدسات، عدسات للوجيا. هذه العدسات من للوجيا راح اركبهم حاليا. راح احط عدسات للوجيا اسمهم نيبيا. ابدا بالشادو، راح احط اللون الانتقالي وبعدين بتدرج فيه. راح استخدم باليت انستازيا سب كلتشر، نبدا بالالوان الانتقاليه وبعدين نتدرج في الوان البرتقالي والبني. هي حرك الفرشه. الحين راح احط اللون البني على الطرف وادمجه داخل العين بهالطريقه، نفس الالوان اللي استخدمتها كلون انتقالي راح احطها تحت العين. الحين راح ارسم حواجبي جل ايبرو من فيكو في تحديد ورسمة العين. كرت الحواجب من نيكست راح احطها على حواجبي، وراح انظف تحت الحاجب واحدده بعجلة كوريولا ماي لاينر من سيفورا. راح اسوي وينج، وراح اسوي خط اخر العين، نهاية العين، وامد لقدام الاي لاينر بهالطريقة، وبعدين امل الفراغات في لوريال. نتيجتها وايد حلوة. لاحظوا كيف. الحين راح احط الرموش، رموش هدى بيوتي اسمهم فرح. الهايلايتر من فوريفر 52 ارش على الفرشة بحيث اني اركز الهايلايتر. راح احطه على الوجه من فوق بهالطريقة. تحطون خطين من طرف الأنف بحيث يبين انها نحيفة بهالطريقة. الحين احط بقلم التحديد، استخدمت قلم التحديد من كيكو رقم 304، طبعا روج من برجوا. وشي خلصت اللوك توتوريال، واستخدمت فيه التدرجات البرتقالي والبني، واستخدمت فيه العدسات، عدسات نيبيا من للوجيا اللي ترمون تطلبونها من شركة أيوة.